المبارك للأخ مروان عبد الملك عبد القاسم الشفق بمناسبة الخطوبة وعقد القران، فألف ألف مبروك. عاد رقم شكلة عندك لمو يا بي سبب موضوع اللي بيننا أقانشيك ها؟ صح صح لا لا ما قانشوك. آه تركي ولا لا؟ ها؟ إيه إيه قاها تركي ما قانشي يعني سكت سكت واستقوت من حرامة الرضا. ما قانش أكذب عليك إنه راضية، قال عادش تفكر. كيف قلت لك عادش تفكر وهي ساكتة؟ كيف اشرح لي فهمني؟ والتبرود اهدى اهدى خلاني شقنع على بصر بصر هذه زواجة. فأنا ما تشتكي استقنع بصر بصر لما يموت. ما لا تموت عاد احسن نبرد من شغلتك. لا تمعدني ورا شغلك بونصيب قلق بو ما بوش رجعك اللي بصير حقين ورزقي على الله ما نجمع عادي من نشوان. لا لا الله المستعان الآن شو اللي لعنده ما لك إلا إمون ناهين عبارة نباتي. جعر طوبة وسعي وحرطة يا الله بداعي خير. هي مو غياك تدى الدين اللي عندك كما قابلني سائر من أمس. أنا مو واحد معيك مي بجين ولا عيك مين الدين وابل لو واحد يبدي وانتاج يدله يلا تعلوا عشيرو. ها مو جاك تعمل تنقطني يا من سبح هذيك اللي بالوادي اللي قالك تبيع العبد الغني لأنه مو تتقلب وجاك غذا. أوه إيه صح 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 جي 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 معاقل أكلمكو أقل تمام بس جدي مهلو أسبوع هذا ولا أسبوعين وهو قهوة الآن شروح باقي زغمة أيام لما يتروح قهوة رسل مع العفش حقه مع الكاسير ولا أسبوع هذا وش تروح ويتفاهم معك. إنه ما اشتقلش تضحك على عقلي انتاويو تمكنوني أسبوع بعد أسبوع. أنا لا مستعجل اشتي تزوج ولا شبيع على الطارف. خلاص بيعي حتى للجن ثمكم لا بيغعتوا لي قرشين بعد الدلالة. سيارة الانتقي صورة عرطة صح مو مين سيارة معه سيارة هيلوكس ما يمشي الا بصر بصر صورة محمل. اذا حلو اوريز قناة الليلة بس شوف كشلط عليك من الان اذا هو مقترب لنوقفه ولا نطلع معه. يتعلق لا أكسر رجله الذي يشتير كب داخل الصندوق ولا نزلنا عندي تمام. خلاص تمام لبهرر عادو شبهرر وانتو ما تشتنوا قلب التعليق ولا طاح واحد ترجعوا ضبلة السواق. هي مع عملك من سب مرعى وفق الله. لا يا ابني اهدى للهيب هذه زواجه مش اشتراش كسبب يومي. ما لقى حشرك صبان وغسولة وتسبور ما بل اصبر قا صبرك الكثير مع ولا القليل. ما لا اقل حاجه قل لي مني لا يستعجبني ولا مشتيش. لا ما مشتيش شدوا جلدك عاد الله الشراط يلعقك ولا داخل قتلتني سقعة مهنا لنا سقعة ماهي. الله لا حول ولا قوة إلا بالله الشياب هذا على طبيعة معاهم ما يشتون لحاجة بالصميل. الله مو أكره اللي زوج بنته ولا ابنه بالصميل يشتي نقل له ولا شي تزوج له زعما ما شي تزوجش أنا.
الشرط ولا شي زواج له بعض واحد اهبل هي ما ضيعت له حذاق حقه. منين جاك بحاملة ذي كله؟ أو جاك من السعودية؟ أنا أدخلها أغترب بالسعودية حرام ما أدخلها لو أقوله بلاش أبي ما تشتغل بالسيارة. وكيف الشغل بالهيلوكسات؟ بياس؟ أوه بياس مثل الرز، لو فعل كذا مش ولا صنعة أقل شي ترجع بخمسمائة ألف، راكب ينزل وخمسة يطلعون أو هات عمل. أوف شبعتها بعلي ماك يا صاحبي، عاد معي تجار بصنعة أطلع لهم بضاعة من إب، واللي تجر حقيب نزلهم بضاعة من صنعاء. رزقك ادعيت لك أمك وعادك توصل للمطعم تغدوك بلاش، توصل عند محلاية يدو لك بلاش، المهم عيشتنا كلها بلاش. إذا قنت اليوم رزقنا وقف الآن وطلعك ما بجيبك سرعة ولا شفقش راسك الآن. أو صلى على النبي قل غير خبر هذا نفدالك إليك خبره يا منصور خبره. معلم إحنا قطاع طرق بس محترمين، الذي يطلع مبجبه باحترام احنا نحترمه، والذي ما يطلع مبجبه نلبقه وننهبه. يا جماعه حرام اننا مسكين الحم الله، مع يمكن 150 ريال ما حد عارض يبزه، قد هي كلها مشعطته. هي عاد قالك وصلك مش ولا صنعه ب 500,000، اين هي؟ حرام ما بولا حاجه الا اقول لك اشتي هنجم عليكم، ولا طلعك الا عامل على الفيزه، لا حصلك احد ولا حصلك ركه، وان نازلك فاضي عبوك من داخل جيبي. كونك عصيلك تشتغل بالخط صارح راجع. صح انه كونك اشتغل بالخط بس يا خبرة ما بش فاده، لو احتاجت لحق اثنين كفرات ما قدرش ادبر قيمتهن. ما لذا الحين كيف نعملك؟ ما عمل لنتو قبيلتكم، لكن ان شاء الله لو ما رجع من السعودية احاسبكم لاخر ريال. خلاص هذا اوراق خسيارة رهن لما ترجع تحاسب. حتى اوراق ما هلان شي جماعة، لو هلان لدي لكم من عيوني. ها وين هان اوقاش اللي هان الجين؟ لا مرهونة عند صاحب المحطة 7,000 ريال. خلاص يا منصور ينزل أمانة قصته تشعط دقل. لو تسمحوا يا خبرة دفوا لي السيارة عشان تعانى لي منعكم. إذا قاو صدق حتى السيارة ما تشغل لنا تعا. هي منصور يلا انت 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 شكرا يا سرق. يا كم لك انت قوالين ولا شتبخ لي لك كمش العجب بلا ضربة هاكن نقل جوكا هلا متأخر او مسكاك المرور لا راعوك الا لما تعفين ولا قراصت انا شرب من لقفة او كناها ها مو عمل كله سكر ولا ملح من العلبة كبيرة اللي عمرك من أمس لا ما استفروا هو أمس عمل كلنا ملح ولي والدتك الحق لنا ملح يا مسكة الله أمس قالوا شوك إنه عملك منه والنض العمل الله هم كلهم في روح اني شفتحنا اني طلع مسكين بس كذاب لا حول ولا قوه الا بالله على بلاد صاحب موتور ضابح صاحب سياره ضابح مغترب ضابح هم ما عادوش قسالين وانت سلخ الطارف الا قلبك رحيم مثل عمتي عزيزي مش لخبهم حرام لابو معي لازيد ادي لهم يكون واحد يقدر الظروف او بعض لف لو كسر حلا هذين عاد شكون زيد هنجم الا قاطلعوا طيبين ولا كانوا ودافه
الفرق يطلع بروق برا الضاع ولا شقلب له وجهه الثاني كما قاخر ثيبي.